السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها العلماء الأفاضل والإخوة الحضور والعلماء الكرام وأخوات الصالحات المسلمات، أولا أشكر القائمين والمنظمين لهذه الجلسة العظيمة المباركة إن شاء الله لتوجيه الدعوة إلي لإلقاء كلمة افتتاحية بمناسبة افتتاح هذه الكلية الشرعية تحت جامعة الهند الإسلامية. أشكركم أيها الإخوة الحضور والعلماء الكرام والأخوات الصالحات، أشكركم جميعا على إتاحتكم لهذه الفرصة الطيبة، جزاكم الله خيرا. وإنني أقدم تهاني الحارة إلى القائمين بهذه الكلية والمنظمين لهذه الجلسة. أيها الإخوة الحضور، إنكم تعلمون جيدا أن أهل الحديث في هذه المدينة أو في هذه البلاد، بلاد الهند، حركة سلفية قديمة. عرفت هذه الحركة في هذه البلاد منذ القرن الأول، فإن الذين جاءوا إلى جوجرات وإلى كيرلا وإلى غيرها من البلاد كانوا يعملون بالكتاب والسنة. فأهل الحديث عقيدتهم ثابتة لا تتغير إن شاء الله إلى يوم القيامة، ففكرة واحدة منظمة، وهي الإيمان بالكتاب والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة. هذه الفكرة لم تتغير ولم تتبدل منذ القرن الأول إلى يومنا هذا، فإنهم كانوا يؤمنون بالحديث إذا صح كما جاء، ولم يجوز التأويل والتحريف في باب العقيدة ولا فيما جاء تحت أهوائهم. المعتزلة هم الذين جعلوا الشريعة تحت دعواهم وتحت عقلهم، والرافضة هم الذين جعلوا الشريعة كما يهوون، والخوارج هم الذين جعلوا الشريعة كما يهوون، إنما يتبعون أهواءهم. أما أهل الحديث فدائما إذا صح الحديث
فهو مذهبهم، وإن قبل عقلهم أو لم يقبل فإن عقل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل العقول، وعقول الصحابة أفضل العقول، وعقول الصحابة التابعين أفضل العقول، فهم قبلوا هذا الدين وقبلوا هذه الشريعة كما جاءت وكما آمن به الصحابة، وجعلوا له منهجا صالحا سالما من الفساد والنقص، وأصلوا أصولا لقبول الحديث، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبهم إذا قبل عقلهم أو لم يقبل. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه كتب في المحلى ماذا كتب؟ الحديث الصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رد واحد، أو الحديث الذي أجمع عليه علماء المسلمين إذا رد واحد فهو كافر، هكذا يقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله. الله أكبر. وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من رد حديثا صحيحا فهو على هلكة. الله أكبر. فإذن نحن عملنا بهذا الحديث ولا نزال نعمل بهذه الأحاديث الصحيحة المروية في البخاري وفي مسلم وفي أي كتاب من كتب الحديث. هذه عقيدتنا، هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أبناءنا وأولادنا، ونحن لا نقبل أي شك في هذا الباب وأي اعتراض أو مخالفة في هذا الباب. ففرحت كثيرا حينما دعاني وبجى إلي الدعوة أخونا الفاضل صابر نواز من حيدرآباد، وبشرني بأن هؤلاء المجاهدون هم اشتروا 10 إيكر الأراضي الواسعة لإنشاء جامعة الهند الإسلامية وتابعتها الكلية الشريعة، أحد فروع هذه الجامعة. فلما علمت بهذا الخبر فرحت كثيرا وهنأته وباركت له. وقد أخبرني أيضا بأن الإخوان الحمد لله تبرعوا بمبالغ عظيمة وجعلوا هذه الأراضي أكثرها وقفا لهم ولأولادهم، وهذه صدقة جارية إن شاء الله ثوابها ثابت وأصلها ثابت وفرعها في السماء إن شاء الله. فأنتم يا أهل الحديث ويا أيها السلفيون ويا أيها المجاهدون ينبغي لكم أن تحافظوا على الكتاب والسنة، لا تنظروا إلى العدد ولا تنظروا إلى العدد ولا تنظروا إلى المال ولا تنظروا إلى الأغنياء ولا تنظروا إلى أهل الأثرياء، إنما تنظرون إلى الكتاب والسنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أبى فقد عصى، ومن عصى فقد أبى، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بالنواجذ أيها الإخوة المجاهدون بالكتاب والسنة. الحمد لله، هذه حركة طيبة، وقد عرفت علماءكم المتدينين المتقون مثل عمر مولوي وكذلك كفيكني محمد، ومن مثل هؤلاء الأتقياء كانوا يعملون بالكتاب والسنة، وكانوا يدعون الناس إلى الكتاب والسنة بغير تحريف ولا تبديل. والحركة أهل الحديث في هذه البلاد حركة قديمة يا أخي، لا نجد أي خلاف بين أهل الحديث، فهم لا يقولون بأننا نقبل الحديث إذا وافق عقولنا وإذا قبلت عقولنا وإذا لم تخالف القرآن. ما قالوا وكيف تخالف الأحاديث الصحيحة الكتاب؟ هذا وحي من الله وهذا وحي من الله،
هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، هذا هو الفرق. أما نبعهما من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل الحديث لا يقبلون أي تحريف وأي تأويل في قبول الحديث الصحيح، وهذا هو منهجهم. إذا تركنا المنهج وبقينا على الدعوة فقط فإننا نعمل بالكتاب والسنة، هذه دعوة باطلة، هذه دعوة فارغة. ولا بد أن نتمسك بالمنهج، بمنهج سلفنا الصالح، هو الذي علمنا آباؤنا وأساتذتنا الفضلاء، وهكذا تعلمنا من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم. فلا تجدون مثل هذه الاختلافات التي نرى هنا في كيرلا، منهم من يقول بأننا نقبل الحديث الصحيح إذا وافق عقولنا. لا نجد أبدا في أهل الحديث هذه الفكرة، ومن دعا هذه الفكرة فليس من أهل الحديث. وإنني أذكر جيدا لما عقدت جلسة فيما أذكر في بوليكل، دعيت إليه وجئت وقلت لا بد أن تكون ندبة المجاهدين فرع لجمعية أهل الحديث. هذا منذ 30 فقط، منذ 30 سنة فقط هذه جمعية كيرلا ندبة المجاهدين أصبحت فرعا لجمعية أهل الحديث، لأنهم كانوا سواء في الفكرة، كانوا سواء في العقيدة، كانوا سواء في قبول المنهج، فإنها فرع. أما ما سمعنا في هذه الأيام من الاختلافات فهذا آذانا كثيرا وأحزننا كثيرا، فإن هذه الجماعة الواحدة كانت قوية، كانت تعمل بالكتاب والسنة وتنشر العقيدة الصحيحة، ولكن الشيطان دخل بيننا وفرقنا فرقا وأحزابا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنني علمت بأن هذه الكلية الشرعية إن شاء الله تعلم فيها أربع لغات: اللغة العربية هي اللغة الأصلية ولغة الأم لفهم الكتاب والسنة، فلا بد من الاهتمام بهذه اللغة المباركة الشريفة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز. ثم إنني علمت كذلك بأن اللغة الأردية إذا تعلم في هذه الكلية، وهذه إذن لا بأس، فإن الكتب المؤلفة في رد منكر الحديث أكثرها في الأردية في هذه البلاد. وكذلك علمت أن اللغة الإنجليزية أيضا تعلم هذه الكلية بجانب اللغة المليبارية، فهذه أربع لغات تعلم في هذه الكلية. فجزاكم الله خيرا على هذه الخدمة العظيمة إن شاء الله. كل جامعة يا أخي تبدأ إما بالمدرسة الإبتدائية أو الثانوية المتوسطة أو المتوسطة، ثم تصبح جامعة كبيرة مثل ما نرى مثل مسلم علي غر يونيورسيتي. هذا علي غر مسلم يونيورسيتي أسسها رجل واحد، هذا سيد أحمد أسسها رجل واحد، محمدن اسكول محمدن كاليج، هكذا ثم أصبحت هذه جامعة عظيمة. أما الحمد لله أنتم بدأتم كلية شرعية، فلا بد أن تنشر هذه الكلية العقيدة الصحيحة في المسلمين، وكذلك عقيدة الصحابة والتابعين والتي ترك عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلية. وكذلك لا بد من الاهتمام بمنهج السلف الصالح، فإننا إذا بعدنا عن المنهج الصافي فتكون أفكارنا متعددة، وكذلك تكون دعواتنا مختلفة، ونكون متفرقين أحزابا. لا ينبغي هذا كله. هذه بذرة صالحة طيبة غرست اليوم لنشر العلوم الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة، وكذلك نشر العقيدة الصالحة الصحيحة إن شاء الله. فأهنيكم جميعا على إنشاء هذه الجامعة، وبدأتم جهودها
بفتح كلية شرعية. وكذلك علمت من الإخوان بأن عدد الطلبة إلى الآن بلغ زهاء 200 طالب. الله أكبر، هذا عدد كبير، هذا عدد كبير. لو تخرج هؤلاء الطلبة وقاموا بنشر الكتاب والسنة والدعوة الإسلامية في المسلمين في غيرهم تكون حركة طيبة مباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى في مدة وجيزة قليلة. فإن الحركة السلفية في الجامع في مليبار أيضا قديمة، منذ 60 أو أكثر من 60 سنة هذه الفكرة موجودة الحمد لله في كيرلا، ولكن باختلاف الإخوان فيما بينهم تجمدت لبعض الأيام هذه الحركة، أصبح اختلافهم فيما بينهم وجهودهم في النزاع بينهم فتوقفت هذه الحركة، والحمد لله الآن بدأوا جهودا طيبة جديدة لنشر هذه الفكرة الصحيحة. فأهنيكم جميعا وكذلك أبارك لهم جميعا على إنشاء هذه الجامعة المباركة والتي بدأتم جهودها بإنشاء كلية الشريعة في هذا البلد الطيب. أهنيكم وأبارككم جميعا وأختتم بهذا القدر من الكلام، فإن المتكلمين بعدي في لغتكم كثيرون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلية صالحة وجامعة طيبة لنشر العقيدة الصحيحة والعلوم الإسلامية. كما أدعو لجميع القارئين والمتبرعين أن يتقبل الله جهودهم وصدقاتهم وتبرعاتهم لهذه الجامعة الكلية، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا أشكركم مرة أخرى على إتاحتكم لهذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.